السلام عليكم، معكم الحسيني محمد. يعني مزاد بالدار البيضاء، في عمري حاليا تقريبا 40 سنة. حقيقة عشت واحد التجربة ديال كوني أني في وضعية إعاقة، يعني بدأت معايا من صغر، وهي يعني مني كتزاد في واحد الأسرة اللي كت يعني في دور صفيح وعندك ابن يعني معاق، فكانت طفولة يعني شبه كلها في السبيطارات، يعني كلها كانت في السبيطارات. لكن ثم الفترة الدراسية كنت كنقرا في مدرسة ديال ذوي الاحتياجات الخاصة اللي كانت بالحي المحمدي. هذيك الفترة كان العالم ديالي كله كان مع المعاقين، يعني اش نقول لك يعني كله. لكن مني انتقلت للمرحله ديال الاعدادي، بدات واحد المرحله اخرى، وهي انك كتشوف راسك مع ناس سويين، لان هنايا كاين غير بالنسبه للمدارس ديال المعاقين كاين حد المرحله ديال الابتدائي، لكن في الاعدادي كانت يعني ناس سويين. فبدات ديك النظره ديال كوني معاق، وهي اللي سبب انها خلاتني نخرج من الدراسه في السنه التاسعه اعدادي. فهذه المرحلة هذه عشت معاناة كثيرة، يعني الطريق مني خرجت من الدراسة دازت واحد 9 سنوات فيد من حياتي، يعني خاوية. فقط اللي كانت فيها هي مسألة اوتوفورماسيون، انني حاولت انني انا نقري راسي براسي، حاولت انني انا 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 يعني حاولت انني نعول غير على راسي، ما خليت فين، ما خليت اشنو درت. خرجت كنبيع في سميتو الميكا، كنت كنبيع الميكا في البطوار، كنت كنبيع الميكا في المرسى، فهمتي. فرجت كنت كنمشي نجيب التمر، وكنلقى المعاناه. تخيل واحد اونديكاب، والاعاقه ديالي ماشي اعاقه خفيفه، اعاقه يعني كامله، وغير فقط ان شخص يدفعك نقدر انني نطيح في اي لحظه. كنت كنمشي نجيب تمر وخاصني نجيب ونحطه ماشي بوحدي، بمساعده ناس خدامه معك، يعني كان اكراهات صعيبه. ما خلي خدمت مع واحد السيد كان كيبيع في الفتره ديال 2000 و2004، خدمت مع واحد السيد كان كيكري دوك الكاسيت الفيديو ديال الافلام. هذيك الساعه كان باقي مازال الكاسيت فيديو، خدمت معاه، كنعمر في سميتو، يقولوا لي في واحد روجيستر عنده، يعني لا دخل شي حاجه ولا هادشي اللي كنت كندير. ففي هاد الفتره هادي يعني كنت كندخل واحد المدخول ليا، لكن هذاك غير كافي، هذيك فتره ديال الصغر. لكن انا حاليا مقبل على 40 سنه، من حقي انا باغي نتزوج، من حقي انا باغي يكون عندي واحد المدخول. انا والدي واش يبقاو ليا؟ ما يبقاوش ليا، يعني انا فقط اللي غادي نواجه امري مع راسي. يعني واحد المعاناه، ما كان انا مني كنحط راسي المخدره ما كناش، الا كان كاينين شي ناس كيناسو انا راه ما كناش، لان الافكار ديما كتبقى تدور في دماغي. واش يعني كان خايف من المجهول، خايف من المستقبل اللي هو انا ما عارفوش كيفاش غيكون ليا، وانا عارف بان الوقت ما كترحمش والزمن ما كيرحمش، يعني كاين بزاف الامور اللي غنلقاها عقبات قدامي، وانا يعني عندي القدره على انني نخدم بعد الاعمال اللي هي محدوده. انا ما باغيش نمد يدي صدقه للناس، انا يكفيني انني انا بغيت شي حاجه اللي نقوم بها انايا وتكون عندها مردود، لكن يكون على قدر المستطاع، بحكم انني يعني كان مثلا كنقدر ندوي في اتصال مزيان، نقدر نسيزي شي حاجه في البيسي، عندي شي امور يعني نقدر نكتب في ورقه، نعمر، نسيزي اي حاجه، يعني عندي شويه في اللغه الانجليزيه، وهادشي كله ماشي من الدراسه. قلت لك انا في التسعه اعدادي خرجت، لكن كان كل شيء اوتو فورماسيون، يعني حاولت انني نقوي راسي براسي، لانني ما يمكنش انني يعني اش نقول لك انني نعيش من اجل لا شيء، يعني على الاقل تخيلي لدرجه ان فكرت انني نخرج من المغرب نمشي حارق ندبر الفلوس ونمشي نحارق لتركيا ونعاني هذه المعاناه، وما قدرتش عليها، حتى هذه ما قدرتش عليها. كان يعني صديق ديالي ما كانش كيشوف، وتا هو راه مشى لتركيا، ومن تركيا راه دابا حاليا يعني كان في الاوتريش، ودابا راه في
كندا، المهم عايش الحياه الكريمه. انا باغي غير الحياه الكريمه نعيشها في بلادي، واش ماشي من حقي انني نعيش حياه كريمه في بلادي؟ انا باغي هادشي اللي باغي انني يكون عندي واحد المدخول. انا ما باغيش نمد يدي لبنادم، انا باغي يكون عندي واحد المدخول. انا بغيت اي شخص عنده القدره على انه يساعدني كفايه، لانني حتى يعني الدوله ما بقاش ملتفته لينا، تعاقب الحكومات كاملين ولا يعني اذان صغير، بطاقه المعاق ما بقاش عندها التفالور، ما بقاش عندها التقيمه، خاويه المفعول يعني ما عندهاش. وحتى حتى ملي كنطلع البيس ولا كنطلع في التراموي ما كيقبلوش مني، ما كنجبدش لاني ما محتاجهاش، هما كيقبلوني على انني نركب مجانا بدون انه يطلبني او يدلي مني، يقول لي يدلي بالبطاقه. فاذا البطاقه ما عندهاش حتى شي حاجه، اما شي مساعدات من الجمعيات والو. انا التفت رجع جيت ليهم، فما يعني السبيل الوحيد اللي كان عندي هو انني التفت لكم انتم، لعل القى شي اذان صاغيه انها تسمعني، وانها يعني على الاقل شي يد اللي تنقذك. هذا هو الغرض من هذا اللقاء، هو ان بغيت الناس تساعدني فريمون. انا عيت وما بقاش عندي فين نزيد، ما بقاتش عندي القدرة على أنني نزيد من القدام، ما بقاتش. أنا من غدا يقدر الأب ديالي الوالدة اللي كانت عاوني مريضة، ما بقاوش ركابي عندها أنها تقدر توقف، هي الوحيدة. أنا من هذا المنبر كنقول لها سمحي لي حيت محنتك معايا، وكنقول بسمح لي حيت محنتك معايا. هادشي اللي كاين، هادشي اللي نقدر نقول، لان فريمون عذبتهم معايا بزاف. الاخوه ديالي ما خدامينش، يعني قليل فيهم اللي خدام، واللي خدام ومتزوج بعيد علينا، لكن ما تبقى كلهم عاطلين على، ونفس واحد يعني نفس وحيده اللي حاليا رجل اللي هو يعني على المعاش، اللي هو الاب ديالي خدام على هاد الانفس كامله، واللي هو المعاش انتم عارفين شحال. شخص كان كيخدم في شركه يعني شحال غيكون المدخول ديالو؟ فالله يحسن العوان الجميع. وحقيقه كنقول بسمح لي بزاف حيت ما حنتك معايا. هذا ما كان اللي اخر نداء كنطلب من صاحب الجلاله الملك محمد السادس الله يخليه لنا، انه يلتفت لنا التفاته كريمه. يعني انا ما بقيت كنثق في حتى شي واحد، من غير انني التجئ ليه هو، ما كنبقيت كنثق في حتى شي واحد. واللي بخير دليل ان تراكم الحكومات مروا علينا كاملين، وتا واحد ما دار شي حاجه، تا واحد ما التفت لنا شي التفاته. وزاره التضامن ما ديما سد علينا الباب، حتى انني مشيت بغيت ندفع غير مشروع في اطار التكافل الاجتماعي في المندوبيه ديال التعاون الوطني، ولا اذان صاغيه ولا حتى شي حاجه. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم ومواقع التواصل الاجتماعي. ما تنساوش ديروا جيم وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم جديد ديالنا.